بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. أين الحبر؟ أين؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. وجوبا: الحبر مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أين مقعد التلميذ؟ أين؟ اسم استفهام خبر مقدم مقعد مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. التلميذ مضاف إليه مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره. هذا مكتب المعلم. ها حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مكتب خبر المبتدأ مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. المعلم مضاف إليه مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره. خذ الورقة. خذ فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الورقة مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هات الممسحة. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الممسحة مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما هذا؟ كرسي. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ها حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. أو تقول: ما اسم استفهام خبر مقدم واسم الإشارة مبتدأ مؤخر، لأن الإجابة هذا كرسي. كرسي خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الجملة: ما هذا؟ هذا كرسي. أين الممحاة؟ هنا. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا؟ الممحاة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا اسم إشارة يشار به للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب متعلق بخبر محذوف تقديره موجودة أو كائنة. وتقدير الجملة: أين الممحاة؟ الممحاة كائنة هنا أو موجودة هنا. فريد يقرأ الدرس. فريد مبتدأ مرفوع، يقرأ فعل مضارع خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود على المبتدأ. الدرس مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هات الممحاة. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الممحاة مفعول به. ما هذا؟ هذا كتاب. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. ها حرف التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ها حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ كتاب خبر المبتدأ مرفوع. التلميذ يقرأ الدرس. التلميذ مبتدأ يقرأ فعل مضارع خبر، الدرس مفعول به. المعلم يكتب. المعلم مبتدأ يكتب فعل مضارع خبر. أين المعلم؟ في الفصل. أين اسم استفهام خبر مقدم؟ المعلم مبتدأ مؤخر. في حرف جر يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الفصل اسم مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره،
والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. وتقدير الجملة: أين المعلم؟ المعلم كائن في الفصل. أين التلميذ؟ هناك في المدرسة. أين اسم استفهام خبر مقدم، التلميذ مبتدأ مؤخر. هنا اسم إشارة يشار به للمكان القريب، مبني على السكون في محل نصب متعلق بخبر محذوف، تقديره موجود أو كائن. والكاف كاف الخطاب، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، في حرف الجر يدل على الظرفية، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المدرسة اسم مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. وتقدير الجملة: أين التلميذ؟ التلميذ كائن هناك في المدرسة. عثمان يقرأ الدرس في الفصل. عثمان مبتدأ مرفوع، يقرأ فعل مضارع خبر مرفوع، الدرس مفعول به، في الفصل جار ومجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يقرأ. أين عبد الله؟ في الفصل يكتب. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا، عبد مبتدأ مؤخر وهو مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره، في الفصل جار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يكتب. يكتب فعل مضارع خبر لمبتدأ محذوف. تقدير الجملة: أين عبد الله؟ عبد الله في الفصل يكتب. أين الممسحة؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا، الممسحة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والله أعلم بالصواب.